السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا حبايبي يا كرام. وفي قصة جديدة وعجيبة اليوم نقولها لكم. هذه يا حبايب قلبي قصة سارت في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية. القصة عجيبة سبحان الله العظيم، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء. القصة يا حبايب بدايتها انهم القوا القبض على رجل قاتل في عمر 75 سنة، بعد 43 سنة من الحادث. طيب تسألوني كيف؟ هذا يا حبايب سلمكم الله القصة من اولها. كان في 3 اخويا مع بعض، فكانوا معهم سيارة صغيرة، وكانوا يعني تعرفون الشباب يعني يتحطون وينطلون ويستعرضون، وعاد هذا معروف يعني ما يحتاج. ففي يوم من الأيام وهم يفحطون وكذا، سبحان الله خرج لهم ولد شاب كذا صغير يمكن عمره 20، فدهسوه بالسيارة وعلى طول هربوا ما وقفوا. طبعا الولد اللي اندهس رحمة الله عليه مات. هذولا طبعا هربوا، وعلى قولتهم كأن الموضوع انتهى خلاص. طيب كيف اكتشفوهم بعد 43 سنة؟ بعد 43 سنة الثلاثة الأخويا، طبعا شوفوا لا إله إلا الله، تخيلوا أعمارهم وين وصلت، اللي عمره 70 واللي 60 واللي 65. المهم واحد منهم مات رحمة الله عليه، الثاني قبل ما يموت كلم واحد من أقاربه أو من عياله وقال له يا فلان تعال، أنا والله عندي سر وأبغى أبري ذمتي، ما أبغى يعني شيء في نفسي. قال له ذاك ابشر آمر، قل لي قال في عام كذا 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 كذا، وقال له القصة إن إحنا كنا نفحط وصدمنا الولد ذا وهربنا. أيوة طيب. قال طيب، ومن هذاك اليوم؟ قال والله من هذاك اليوم. قال طبعا احنا بعد الحادث اخفينا السيارة يعني ما طلعناها نهائيا، وشوفوا سبحان الله العظيم، تخيلوا ادارة المرور او كذا، تخيلوا القضية هذه اللي جلست المدة هذه، لان يقول لك ان اهل الميت سبحان الله من النوع اللي بعد كل فترة وفترة يسألون 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 يسألون، فسبحان الله العظيم ما يضيع حق وراه مطالب. الشاهد يقول أخفين السيارة، قالوا احنا عاد خلاص كل واحد عاش حياته. قال وترى اللي سوى الحادث تراه فلان من فلان الفلاني، أعطاه اسمه كامل، وأنا والله العظيم إني يعني ما تقابلت معاه تقريبا أكثر من يمكن 30 سنة، يعني ما قابلت الآدمي هذا نهائيا، وما أدري هو حي ولا ميت، وصاحب من الثاني حي ولا ميت ما أدري، بس أنا يا ولدي حبيت أني أبري ذمتي وهذا علمي. فبعد كذا الولد هذا اللي قاله الشايب القصة طبعا راح للمباحث وقال لهم على الموضوع. طبعا في البداية قالوا له أنت صاحي مجنون، إيش اللي قبل 43 سنة؟ هذا جيل كامل، عمر إنسان كامل، وين الحادث هذا؟ فسبحان الله بعدين يوم تواصلوا مع المرور وراجعوا السجلات، وكان سبحان الله في السجلات القديمة محفوظة عندهم، وجدوا اللي هي قضية دهس الشاب هذا اللي هم يعني ما كان فيها متهم، فكتبوها أو أضافوها إلى مجهول. وبعد كذا راحوا تواصلوا مع الرجال اللي بلغ فيه هذا صاحبه او انه قال عنه. يوم راحوا تخيلوا حصلوا الرجال اللي كان يسوق السيارة عمره 75 سنة، يعني رجال شايب وعنده عيال. فسبحان الله يعني القوا القبض عليه. تخيل انت يوم تلقى القبض على رجل بهذا العمر، القوا القبض عليه
والرجال اعترف بكل شيء، قال لهم، قال يا جماعة الخير فعلا انا الولد صح انه يعني دهسنا وهربنا، قال وانا صراحة لما عرفت الولد انه مات يقول والله انا كفرت عنه وصمت شهرين متتابعين. بعد كذا اهل الولد طبعا تنازلوا عنه يعني لكبر سنه، يعني الرجال ما دام اعترف وكذا، فشوفوا كيف سبحان الله العظيم، يعني الدم ما يضيع والحق ما يضيع، يعني اللي يطلب وراء حقه وكذا الله عز وجل ما يضيع لك يعني جهد ولا تعب ولا شيء. فشوف يعني سبحان الله هذه من اغرب القصص اللي يعني سبحان الله يعني سمعتها بحياتي، حبيت نقولها لكم. ان شاء الله يا رب تكون القصة يعني عجبتكم. لا تنسونا من دعائكم، ولا تنسونا الاشتراك والسبسكرايب، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائع. مع السلامة.